يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أتى للمملكة بنية الحج وذلك في شهر شوال، ولكن اعتمر فقط عند وصوله وفي شهر ذي الحجة ينوي أن يحج مفردا، فهل فعله صحيح؟ لا لا ما يصير مفرد. إذا اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ثم حج من عامه فهو متمتع، ما يكون مفردا. نعم.